Elena Nazat Atabu. ليلى نجات نورتينا، نهار كبير هذا. الله يطول عمرك، ليلى يخطيك. سنة سعيدة، دخل لك إن شاء الله بالصحة والسلامة واش ما تمنيتي. شكرا علينا وعليك وعلى المغاربة جميع إن شاء الله بجميع المتمنيات. وكنتمنى يا ربي دائما نشوفوهم ضاحكين وناشطين وهانيين. وأنا ويعرفوا بأن نجات عتابو كتبغيهم بزاف بزاف بزاف. حتى هما كيبغيوك بزاف. بغيت نسولك اليوم ليلى نجات، قبل ما نسولك واحد السؤال بعقل ونسولك واحد السؤال ماشي بعقل. واحد السؤال حمق. هذا الحلف عليه اش دار لك دابا؟ اش دار لك؟ شكون؟ هذا اللي حلف عليه. من الصباح وانت تقولي حلف عليه. انتم ساهلين. لا وماشي غير حلف عليه، حلف عليه وكديريها. عرفتي علاش؟ الخديد اللي فيا لداخل. لأن أنا دائما تعود عليك بهذا الروح المريحة ديالك، تبارك الله عليك. الله يحفظك. وأنت ديفا ديال الأغنية الشعبية. شكرا. إذا قلت لك بيناتنا شنو هي الأمنية ديالك في السنة الجديدة 2022؟ بعدا يترفع علينا هذا الوباء بعدا وبريفيت بوسيبل يا ربي يا ربي. إن شاء الله. هذه أول حاجة. ثاني حاجة أمنيتي بغيت ندير شي فيلم الحياة ديال نجاة. باش يبقى واقعي ليها أجيال وأجيال. هذه رسالة للمخرجين. المخرجين في مكان. المخرجين في مكانه. فيلم ديال نجات عتابو، أنا ضامن بأن الجمهور غادي يكون سولد أوت. أكيد، لأن غادي يكون حقيقي، ما فيهش شي حاجة ماشي هادي. تبارك الله. وفيه كل شيء، فيه الضحك، فيه الدراما، فيه كل شيء كل شيء. لاكسيون. لاكسيون كاع. أتونسيون ما كان غير كونغ فو. راني تشوفني عاوتاني في السبور. راه حاجه اخرى. نعم سيدي، انا عارفك تبارك الله. ويلي ويلي نخاف على راسي. تبارك الله عليك لأن نجات، ودائما انت مثال ديال المراه المكافحه القويه. طبعا. وانا وجهت لك دعوه في الكواليس باش تحضري معنا للبرنامج في الحله الجديده ديالو اللي غيبدا ان شاء الله. مسبقا. الله يبارك فيك، شكرا لك. ان شاء الله التوفيق، وانت دائما موفق، وكنتمنى لك التوفيق دائما. بارك الله فيك، وتشرفينا انك تكوني معنا ان شاء الله. ان شاء الله. حلقه خاصه بك اللي نتكلموا فيها على المراه المغربيه. على المراه المغربيه واش كدير؟ انا اللي نعاود لك. بارك الله عليك. اليوم كيشوفونا المغاربه كاملين من بزاف ديال المدن، من الخميسات، من رباط، من سلافاس، البليده. اش تقولي الناس الخميسات والمغاربه اللي كيشوفوك اليوم؟ الخميسات كنموت عليهم. هذوك راه حبابي، خوتي، ووالديا، عماماتي، خوالاتي، العائله كلها مجموعه تمايا. وتنبغي الناس الخميسات بزاف. انا بزاف. الا قلت لك شي حاجه، شي طريف دابا ديال شي اغنيه، شي مقطع من شي اغنيه دابا الناس الخميسات. يلا غنقول لهم بالصحه وتيموتوا على واحد الاغنيه عندي. واني كينا نموني صنع يردو يا ثديقية، ويا يا نموني صنع يردو يا ثديقية، يا ويسا يا واخي غزي بنيوس، انا يا خين غزي بنغيفية، ما ذي سنك اكترو نخسو مرق شواق، وثدي دايما وثدي ودوشيد، شبابي وشال أي شبابي وشال نسو مرق شوا، ونكينا نمونة صنع يردو يا ثدقية. برافو لا زاد تابو. شكرا شكرا شكرا. الله يعطيك الصحة. الله يحفظك. صراحة أنا الجلسة معاك ما كنشبعوش منها. الله يطول عمرك. دائما تبارك الله الابتسامة حاضرة. لا لا نجات حاضرين معنا واحد فكاهي. لا لا ما تفوتنيش واحد القضية. قولي لي. أجيتي نفركس على عفريت. لا توش ماروكان ياك؟ باين. شي تصفيقات على رشيد. شكرا بزاف. الله يعطي الصحة اللي خيطت لك هاد القفطان، إلا كانت مرأة ورجل. الله يعطيك الله يحفظك. هاد القفطان قلت لك أنا، هاد الفيستا ويلي اللحية كلها ما شتا. آه
واعره ماشي قالت لي جاك زوين رشيد، جاك زوين على فريد. ايوا شنو تبارك الله عليك لانا نجات. دير هذه الحله الا كنتي الله يحفظك لانا نجات بالنسبه للجمهور اللي كيتبعنا دوزام دايره لهم واحد المسابقه ديال الاس ام اس باش يربحوا جوائز. وانا كنقول اليوم الناس اللي كيتبعونا الا بغيتوا تربحوا بزاف ديال الجوائز ما عليكم الا تبعتوا لنا دوزام الرقم 9090. ودابا انا غادي نشارك لانه حتى انا بغيت تربح. لا ودابا واش مسموح نشارك انا؟ لا ولكن مخرج قال لي ما مسموحش لك تشارك. وانا وهي تشارك يس يس. لا لا نجات المهم انا الا ربحت راه الهديه تاعتي غتمشي للجمهور ديالي. الله يعطيك الصحه. لا لا نجات غنبقاو في هذا الجو المريح هذا وغادي نقدموا الان جوج ديال الفكاهين اللي